حتى نعرف أسبابها. كيف الشخص ممكن يوصل لحالة انتحار ينهي حياته سلمى بشكل يمكن مدروس، هو فكر وصل لدرجة الانتحار؟ ليش؟ هون السؤال يلي بيطرح حاله. خلينا نعرف كل الأسباب وكيف ممكن احنا نعالج أي شاب أو صبية أو أي شخص ممكن يعاني من الاكتئاب لحتى ما يوصل لدرجة الانتحار. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع دكتور راغد هارون. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير وصباح الراحة النفسية دائما معك للجميع إن شاء الله يا رب. خلينا نبلش مع حضرتك. المعروف أنه بيصنفوا أي مرض نفسي بمعنى اضطراب سلوكي وليس مرض، أنه بيقولوا هذا اضطراب سلوك إن كان الاكتئاب القلق وغيره من اضطراب بسلوكه بحياته بوظائف دماغه يعني. فهل الانتحار يعتبر هو اضطراب سلوك أم هي حالة مفاجئة تصيب الشخص؟ صحيح. حقيقة الانتحار موضوع مهم الحديث عنه، خاصة ما بنقول بهالفترة، بكل فترة الحديث عنه، وهو موضوع مؤرق بصراحة، لأنه هناك أعداد ثابتة كل عام، تخيلوا عنا بين 800 ألف للمليون شخص عالميا بموتوا انتحار، هي إحصائيا، والإحصاءات بهذا الموضوع ما دقيقة، لأنه في كتير حالات تحدث انتحاراً بأماكن نائية لا تسجل ضمن التقارير الإحصائية حتى بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي تقارير أو أرقام الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الأرقام ما صحيحة، أعلى من ذلك بكثير حقيقة، والحديث عنه مهم جداً من أجل فعلاً أنه نعرف أسبابه وكيف أنه نساعد بتجنبه. طبعاً الانتحار لما نتحدث عنه لازم نعرف بأنه من أهم مسببات الانتحار هو الاكتئاب. معظم مرضى الانتحار كانوا مصابين بالاكتئاب، ولكن هناك أمراض أخرى أيضا تسبب الانتحار مثل مرض الفصام. 50% تخيلي من مرضى الفصام بيحاولوا أنه ينهوا حياتهم، ولكن الإحصاءات دلت أنه 50% ما عم تكون نهاية حياتهم انتحار، وإنما 10% من اللي حاولوا الانتحار زبط معهم الانتحار وتوفوا. هيك الموضوع. أيضا هناك بعض مرضى الوسواس القهري الشديد ممكن أنه يسبب الوسواس القهري. كيف دكتور؟ يعني من أي ناحية الوسواس القهري؟ الوسواس القهري اللي هو مجموعة أفكار أو أفعال المريض مقتنع بسخافته. ممكن يكون عنده مثلاً وسواس من المستقبل، وسواس من الوضع. لا، هذا قلق. هذا قلق. نعم. من المستقبل، ولكن الوسواس هو مثلاً وسواس النظافة، وسواس ممكن يؤدي للانتحار دكتور؟ إذا كان شديد جداً حقيقةً وما هو معالج ممكن يؤدي بصاحبه إلى أنه يقدم على هذه الخطوة ليريح حاله. طبعاً نحن عم نحكي عن كل الأشخاص يلي ما تعالجوا، ولكن رح نشوف بالعلاج قديش النسب بتكون قليلة، وهي أصلاً يعني 800 ألف لمليون بالعالم قليلة، وعم يحاول يقللوها جداً من خلال التوعية، من خلال توعية المحيطين بأي مريض، من أجل الإسراع مثل ما تفضلتي خط أحمر بحياته، الإسراع بعلاجه ومراجعة الطبيب، لأنه من السهولة تغيير هذا الموضوع. بجوز تسألوا ليش الإنسان، وفعلا سألتي سؤال أنه ليش الإنسان، يمكن كنا عم نتحدث تحت الهواء، ليش الإنسان بيوصل لها الفكرة؟ كتير العلماء سألوا فعلا أنه يا ترى قد ما كان هناك أعراض ناتجة عن خلل بالسيروتونين بالمشابك العصبية يلي عم تعمل توصيل وبينه وبين كل المناطق التشريحية المختلفة بالدماغ، ولكن هذا النقص معقول عم يوصلنا لهالفكرة هي؟ لاحظوا بدراسة مستقلب السيروتونين اللي هو 5-هيدروكسي اندول أسيتيك أسيد عند كل جثث المرضى اللي توفوا انتحاراً، لاحظوا بأنه منخفضة جداً، الأمر اللي بشكل راجع بيعطينا معرفة أو انعكاس بأنه السيروتونين بهي اللحظة كان منخفض جداً عندهم لدرجة شبه معدومة. فأكيد نحن كأشخاص طبيعيين، إذا صح التعبير، ما بنعرف نحن بصراحة إذا طبيعيين ولا لا، ولكن يعني ما فكرنا بهذا الموضوع، ولكن
منستغرب ليش عم يفكر هيك. لا تستغربي بالأفكار الغريبة، لأنه بالنهاية هي ناتجة عن الكيمياء تبع الدماغ. مجرد خلل بسيط بهالكيمياء اختل التفكير، وأصبح من السهل على الإنسان اللي كان ما يتصور بحياته يفكر بأنه معقول أنا أفكر بالانتحار، صار عم يفكر فيه لا سمح الله إذا كان مستعد للإصابة بالاكتئاب أو غيرها من الأمراض اللي بتساعد على الموضوع. ولكن أيضا طبعا احنا تحدثنا عن الأمراض النفسية اللي ممكن أنه تقودنا لهالنهاية لا سمح الله، ولكن كل هالاضطرابات من السهل إحداثها بالمواد. يعني نحن ممكن نحدث مريض الكحول يلي هو معتمد على الكحول، ونحن اتفقنا يعني ما نقول مدمن على الكحول، يعني معتمد على الكحول، أيضا في عنده اكتئاب بسبب الكحول والإزمان فيه، وممكن يوصل لمرحلة الانتحار، وممكن يقدم على هالخطوة من دون أي رادع، من دون أي خوف، من دون أي حاجز أو خوف بصراحة. نعم. بالعكس بيكون يعني عنده الجرأة أكثر أو التهور بهي النقطة أكثر. بعض اضطرابات الشخصية أيضا من الممكن أنه تحاول هالموضوع دكتور، يعني نحن نتفهم هاي الاضطرابات النفسية، نتفهم الأمراض، نتفهم أنه بعض الأدوية ممكن تسبب الاكتئاب، بس نحن في عم نشوف حالات دكتور يمكن ما بتسبق أي نوع من هاي الأنواع اللي نحن عم نحكي عليها. مجرد ضغوط الشاب أو الصبية ممكن يكونوا بعمر صغير، يمكن لسه ما انخرطوا بالحياة، واليوم الظروف صعبة على الجميع. خلينا نقول فالشاب يمكن 17 صبية 18 هي الأعمار الصغيرة. نعم. ما عندهم درجة نضج كفاية. خلينا نحكي قديش مهم مراقبة الأهل، دعم الأهل لأولادهم، يمكن أي مطب بالحياة نحن نكون مجهزينهم نفسيا أنه نحن رح نخوض بهي الحياة حتى ما نوقع بمطب مثل هذا الشيء الخطير كتير، لدرجة أنه شفنا حالات انتحار ممكن تفاجأ الأهل لدرجة ما كانوا متوقعين نهائيا. صحيح، لأنه غالبا بيخطط بالسر، واللي يعني خطط بشكل جاد بيخطط بالسر وبيترك رسالة، ولكن معظمهم عالميا بيكونوا قد أخبروا طبيب، إذا راجعوا طبيب بأنه عم يفكروا بهذا الموضوع. لذلك هو بيأدرك هذا خطورة هذا الموضوع وبيقوم الإجراءات الإسعافية كالECT التخريج الكهربائي أو العلاج الدوائي السريع، وممكن يخبر الأهل مشان يديروا بالهم وينتبهوا على المريض هالفترة لبين ما تروح الفكرة. لأنه أنا متى ما عالجت كيميائيا الخلل اللي محدث الاكتئاب والأفكار الانتحارية راحت الفكرة من دماغه، صار يحب الحياة وتراجع عن كل هالأمور. يعني هي فكرة، مو أنه فكرة غير قابلة للتراجع، بالعكس هي فكرة سريعا ما تتراجع مجرد تعديلها النواقل العصبية أو الكيمياء المضطربة. بس دكتور بمجتمعاتنا بيختلف شوي الموضوع، يعني نحن بنقول دائما يعني الشخص اللي لسه قدران يعمل كنترول على نفسه ما بيروح لعند الطبيب، للأسف كتير منهم بيخافوا يراجعوا طبيب. فكيف بقى إذا خلينا نقول مراهق أو شاب بعمر شوي صغير أو صبية بعمر شوي صغير؟ أحيانا نسمعنا عن حالات بالنسبة لنا بعمر معين نعتبرها مضحكة، بس بالنسبة له نهاية الكون. نعم. يعني أنه مثلا واحد رسب البكالوريا أو كذا من الضغط بيروح بينتحر. نعم. من الضغط النفسي. نعم. ومن صحيح. خوفه من صحيح. أنه يواجه فكرة الفشل أو يواجه المجتمع بأنه هو فشل بشيء. سيدات مثلا صار معها الظرف أو شيء شكلها تغير بتروح بتنتحر. صحيح. فخلينا نحكي على مجتمعاتنا، إذا ما كان موجود عندها طبيب نفسي عم بيراجع أو شيء، شو هي المؤشرات الممكن المحيط يعرف أنه هذا الشخص مقبل على انتحار؟ تماما. هلا نحن يعني كمجتمع نحن مماثلين كبشر لجميع المجتمعات بصراحة، علميا يعني تكوين الإنسان، ولكن الظروف والثقافة اللي راجع الطبيب هي اللي بتختلف بصراحة. يعني الوعي هو اللي بيختلف فقط، وإلا نحن متشابهين مع كل الدنيا متشابهة مع بعضها. فسؤالكم حقيقة يصب بنفس المكان، إنه شو دور الأهل خاصة بالظروف الصعبة. إن كنا عم نمر بفترة صعبة بشكل عام أو بشكل خاص، ممكن تكون الظروف كلها مو صعبة ببلد معين مثلا أو عنا أو بأي مكان، ولكن هناك ظروف عائلية صعبة. تمام. هون ننتبه لنقطة، هل فعلا تبدل سلوك أحد
أبنائنا؟ هل فعلا تغير أداؤه الوظيفي الدماغي، عطاؤه، تواصله مع الآخرين؟ هل صار في عنده رغبات وهوايات أخرى؟ هل تراجع عن كل شيء؟ هون لازم نكون متفهمين له ونتحدث معه ونراجع المختص بشكل سريع. في نقطة بحب نوه إلى أنه الظروف يعني ما كتير هي مهمة بظهور المرض أو أنه بإحداث المرض. ممكن تحدث كرب عند الإنسان فعلا، ولكن في اضطرابات إذا ما كان مستعد إلى الشخص جينيا وراثيا أو بيولوجي أو بشكل بيولوجيكال بيولوجي يعني بني جسمه هيك، لا يمكن أنه تحدث نهائيا. فالظروف بتبقى بس يعني محرضة. يعني الفكرة أنه بالشدات، نحن الآن عم نعيش شدة فعلا، مفروض على جميع الأهالي ينتبهوا على أبنائهم. ليش؟ لأنه هي الشدات بتسرع بظهور المرض عند المستعد، وبشكل سريع بتكون الأعراض متطورة لأن الظروف ممكن تكون صعبة عليه كتير، وبالتالي إذا كان مستعد رح تظهر بسرعة، رح تظهر بشكل شديد، رح تاخد شكل عنيف، ورح تاخد هالشكل من إنهاء الحياة. مثل ما تفضلتي إنه نحن ما منتوقع من طالب مثلا فشل إنه مثلا نحن منعرف لازم ينهض من جديد ويرجع يتابع وما ييأس أبدا، لأنه من الممكن إنه يكون من أفضل الأشخاص. صحيح. بالمستقبل ممكن إنه ينهي حياته بهالشكل هذا. هون لازم نعرف إنه في عنا مشكلة نفسية، أبدا ما نو سلوك طبيعي. لا حدا يظن إنه هناك شخص طبيعي أنهى حياته. لا ينهي حياته الإنسان الطبيعي كيماويا دماغيا. لا يقدم على هذه الفكرة إلا من كان مريض أو كان معتمد على مواد جعلته متهور بإنهاء حياته. في كتير من المواد بتخلي الشخص من السهل ينهي حياة الآخرين أو حياته. شفنا كثير مقاطع عن أشخاص استخدموا العنف البشع نتيجة تعاطيهم لكريستال. يعني أنا بتذكر كم مقطع بمصر عن شخص قطعه بالطريق، يعني طلع عم يتعاطى مادة الكريستال اللي هي مادة منشطة من مشتقات الأمفيتامين، وبتجعل الشخص عنيف جدا، مضطرب السلوك، لا مبالي بأي شيء، وعدواني لأبسط الأمور حواليه، وبالتالي بيصبح خطر جدا. لاحظوا بعدين بعد ما قبضوا عليه انه هو متخيلي انه عم متعاطي لهذه الماده، وانا حياه شخص مارق بالشارع وكان رح ينهي حياه شخص اخر. يعني بتذكر او شخص زبط حاله ايضا كان ماخذ الكريستال، ما عنده اي مشكله بانهاء حياته، لانه هي المواد بتعمل خلل كيماوي بالدماغ بشكل سريع وكبير جدا. الامر اللي بيفاجئنا بحدوث او سرعه تطور حدوث هالاحداث عند ابنائنا. يعني ما اخذت سنين انه انا تاخرت عليه او ما انتبهت، وانما كانت اسابيع او اشهر. لذلك لازم نكون حريصين جدا على بعدهم. تمام دكتور، خلينا نميز بين حالتين من المنتحرين. بعض الاشخاص بيلجؤوا لحالات الانتحار اللي بتسبب الموت السريع، يعني هن مقررين الانتحار والنتيجه اللي بدهم اياها هي موت. خلينا نقول بعض الاشخاص بيلجؤوا لعمليات انتحار من حس انه يمكن هي مثل حاله تخويف للمحيط فيهم. نعم. وما بدهم النتيجه ممكن تكون نعم. موت ممكن. نعم. بدهم يغيروا واقع معين بطريقه معينه. صحيح. خلينا نحكي عن بدهم يلفتوا انتباه تماما. المحيط انه مزعوجين فبيعبروا بهالشكل الغير ناضج انه انا بدي هالشيء هذا، والنتيجه ما بنحذر عليها يا دكتور هون. نعم. مشكلة. ممكن يزبط معهم الانتحار. برافو عليك. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. حقيقه يعني معظم حالات الانتحار اللي حدثت مثل ما قلنا يعني هن مرضى نفسيين. في كتير كانوا بيعرفوا أنه في عنده مخطط لأنه ينهي حياته، سواء بسويسايد ثوت، أفكار انتحارية كان قد عبر عنه أنه أنا زهقان وحابب أنه فعلا متمني الموت. وهناك أشخاص عندهم سويسايد أتمت، يعني محاولات انتحارية ولكن غير ناجحة. هدول الأخطر، لأنه مو من الممكن على الأغلب يكرر الحادثة. ليش؟ لأنه
إذا ما عالجنا الخلل، لأنه الخلل موجود وسيتطور، وما نتوقع أبداً أنه مع الأيام من دون علاج رح يتحسن. هدول الأخطر اللي حاولوا محاولة جادة وفشلوا، هدول أخطر شيء يعني غالباً. قابلين للعلاج دكتور؟ نعم قابلين للعلاج. نعم. محاولات نعم. الفاشلة بشكل سريع جداً. تمام. بشكل سريع جداً. عندنا بعض اضطرابات الشخصية يلي ممكن يحاولوا أو يسلكوا طريق الانتحار ليلفتوا الانتباه لانزعاج من موضوع معين لطلب الاهتمام، قلنا هي طريقة غير ناضجة انفعاليا وعاطفيا للتعبير عن هالمشاكل، عن هالمشاكل والانفعالات والمعاناة اللي عندهم، فبيلجأ لتشطيب نفسه مثلا أو ضرب بعض الأوردة، أو أحيانا بيحاول مثلا عند الشخصية الحدية فعلا ممكن أنه يحاول الانتحار، لأنه هي الشخصية تتميز بأنه عندها محاولات عديدة للانتحار، ولكن إحدى هي المحاولات ممكن تنجح، مثلا يعلق حاله ويفشل بإنقاذ نفسه بعد ما يعلق حاله. فمنلاحظ علامات محاولته لإنقاذ نفسه قبل ما يتوفى بتكون واضحة بالنسبة للطبيب الشرعي على الشخص هذا. فهناك اضطرابات شخصية ممكن أنه تلجأ لها الموضوع، اضطرابات أخرى عديدة، يعني أكثر شيء اضطرابات الشخصية حقيقةً. الاضطرابات الأخرى محاولاتها جادة، ما بدها حدا يساعدها، بالعكس بدها تنهي حياتها، لذلك بتخطط بصمت وبذكاء من أجل أنه تنهي حياتها، ولكن ممكن تكتب رسالة وداع لحدا. هي الأغلب منشوفها دكتور. أو تكون ودعت. هلأ حقيقة بيكون حابب يبعث رسالة لحدا، ويعني مثل هي سبب المشكلة أصلا، شخص محكوم عليه بالإعدام، فأيضا إنسانيا بنطلب منه، هل عندك طلب أخير بالحياة؟ بتحب تتحدث مع والدك والدتك؟ هل بتحب تكتب شيء؟ هل بتحب تقرأ مثلا بكتاب ديني آية معينة قبل ما نحكم بشكل عادل؟ فهذا يعني هذا السلوك مثل هذا السلوك، يعني بيحب أنه يترك رسالة من أجل قد يكون إصلاح شيء معين، ولكن بطريقة خاطئة اللي هي طريقة وفاته، لأنه وجوده أهم بإصلاح أكيد. هذا الموضوع. طيب دكتور خلينا نحكي قبل ما نختم، بقيان معنا دقائق قليلة، عن المعالجة، يعني معالجة سلوكيا والمعالجة دوائيا لحالات الشخص اللي حاول الانتحار أو اللي اكتشفنا أنه هو عنده خطط انتحارية. حقيقة يعني هو يعني لما بيصير في عنا أفكار انتحارية أو محاولات، نحن هون هي حالة طارئة أو طوارئ بالطب النفسي، وهي من يعني من أخطر الحالات بالطب النفسي، لذلك هي حالة تستدعي تكاتف كل الجهود، الطبيب والمشفى والأهل وكل الإجراءات الطبية النفسية، من أجل سرعة زوال هذا زوال هذه الفكرة. نحن غالبا نلجأ للECT أو الالكتروكونفولسايف ثيرابي، التخريج أو العلاج بالتخريج الكهربائي، وهو علاج ناجح بكل أنحاء العالم. أيضا الدواء له دور في نقطة بحب نوه إلا بصراحة، أنه كثير من الصبايا مثل ما تفضلت تفرح ممكن أنه يلجأوا للفت الانتباه بأخذ كمية أدوية، وأنه أنا حاولت انتحر لأنه أنتوا عملتوا هيك، ممكن يراجعوا أي إسعاف بمشفى من أجل يعملوا غسيل معدة. فالمؤسف بأنه يعني هذا مريض نفسي أكثر من أي مريض آخر، يعني بيعتبروه مريض هضمي لأنه بدهم يخلوه يستفرغ، أو أنه مشكلة بسيطة ما تهتموا خلص روحوا على البيت. ممنوع يروح على البيت هذا المريض، وإرسالك له على البيت يعني أنت أنهيت حياته، لأنه هذا الشخص محاول ينتحر، كيف بترجع؟ كيف بنرجع بنبعته على البيت؟ صحيح. هذه فورا لازم نتصل بالمشفى بالأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي، هو بيتصرف بهذا الموضوع من أجل الحفاظ على حياته، لأنه حالة طوارئ وحالة خطر ما نستهون فيها أبدا، حتى لو كانت
تمثيل أو pay attention، لفت انتباه. نعم دكتور، نحن كتير نتشكرك أنك ضويت على هذا الموضوع اللي مثل ما قلنا للأسف هي النسبة عم بتزيد، وشفناها بالفترة الأخيرة ومثل ما قلنا بأعمار صغيرة. مؤسف أنه نحن نخسر هي الأعمار. بدنا نتشكرك كتير دكتور، نتشكرك المعلومات. شكراً لكم، شكراً للمشاهدين.